واجا جوزها من السفر، كان له زمان غايب، قام لقى عنده ولد وبحبش بهالموبايل، قام لقى اسم الولد على اسمي، قام شو افتكر انه لا سمح الله يعني في شيء بيني وبينه. يعني انت مو شبه لأمي؟ خلصنا بقى أمي واسية بكلمتين لهالمسكينة، والله حرام، يعني هاي مثل بنتك عواطف، مخلوقة مقطوعة من شجرة، وفوق همها أنه مفكرة هي السبب بوقعتك، والله المخلوقة ما لها غيرنا بالدنيا. أعطيني شوي، الله يخليك، الله يخليك. بسم الله. خدي 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 سمسمي خدي، بس على مهلك تعرفي تحملي الاولاد الصغار انت؟ ايه على مهلك، على مهلك. بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي سبحان الذي خلقه مثل المصحف. اللهم صل على النبي. رويت هلا من نوم؟ ايه. لك ان شاء الله بتسلمي بطلة الجمهورية بالحنان. انا بخاف من ربك يا ابو عطا، لك الدنيا برزخ لليوم العظيم، اليوم اللي ما بيرحم بني ادم الا عمله صالح. إن لله وإن إليه راجعون. السلام عليكم مختار. يا ابني بإيدك اليمين مو باليسار، لك يا ابني. إيه باليمين. لك تيامن يا ابني، ففي اليمن بركة بركة. أيوه. ناولني. شو بدي ناولها؟ 100 ورقة. 100 ورقة؟ إيه 100. الله يرحم زمان الـ50 يا بي. ناولني 100 لشوف. جرب. يلا يا بي، الله مع دواليبك. يعطيك العافية. إيه بعطا. آه. الله نهانا عن اتهام الناس على الطالعة والنازلة يا أبو عطا، وخاصة النساء والمحصنات منهن يا أبو عطا. إنا لله وإنا إليه راجعون. صدقت. أيوة. لك أهلين. إيه منقعد منتفق. أنا بشرب معسل ورد يا بي. لا لا تفاحتين ما تعجبني. إيه منقعد منحكي. لا 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 الساعة 9 ما بتشتغل معي، بدي احضر المسلسل التركي. خليها لبعد المغرب، بعد المغرب افضل، بنكون حضرنا المسلسل التركي وبنقعد متفق. لا تنفخ قلبي، نحن متفقين على 1,700,000. لك اخي شو بدك فيي اذا انا شاريها ب500 ولا ب600؟ اما سمعة ايه خلاص مثل ما بدك. بنقعد يا بي على البازار ومتفق. وينك؟ بنقعد على البازار والارجيلة عليكم. يلا معك. أهلين أهلين، مع السلامة. فلا تواخذني أبو عطا، لا تظلمها للمخلوقة الله يرضى عليك. آه بس أنا كان لازم أشك يا سيد مختار، ولا ولاها؟ لا بلاها. العلم تطور يا أبو عطا، عمل تحاليل، عمل فحوصات، روح على المستشفى لك يا أخي، وأنا متأكد أنك أنت رح تطلع غلطان. إن شاء الله. شو أنا بزعل أكون غلطان؟ يا رب أكون غلطان. إن لله وإنا إليه راجعون. أنا قلت يلي عندي يا أبو عطا. بعدين وين زينب حكت لمرتي انه بغيابك ما حدا وقف معها الا هالزلمه؟ قولي ولو ما معيش يونس، ما كانش معي يونس. ابو عطا انا قلت لك رايي وراي اهل الحاره بهالمخلوقه الشريفه يلي سمعتها مثل العطر. لك ما كان ناقصها الا تسمع اخبار جوزها، لك حتى لو كان بالتليفون. اه ما هو التليفون بده يونس، يعني وحدات، وانا ما معيش يونس. بقى انا قلت لك يا ابو عطا انت رجال فهمان وعاقل، بعدين وينك عدم مؤاخذه؟ يعني بغيابك لما اجى الولد اخذته عن النفوس وسجلته ودفعت له رسوم ومصاريف، بعد عدم مؤاخذه بكلامي يا بعطا. هلا انت اجيت؟ ايه اجيت اخي، ناولنا بقى اللي دفعناه، ناولنا. من الله وانا اليه راجعون.